أهلا بكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا وسهرة سهراني من قناة السودان 24 الآن وهي ضمن قنوات سعودية 24. أهلا بكم وسهلا، إن شاء الله دائما سهرانين معنا، وكمان تابعوا بقية برامجنا من قناة السودان 24 الآن. سهرة سهرانين معكم يوميا من السبت لغاية الجمعة، عديد من الضيوف إن شاء الله دائما بيكونوا موجودين معنا داخل الأستوديو، بنحاول نفتح مواضيع كثيرة جدا، كفاءات موجودة داخل المملكة العربية السعودية بنحاول دائما نلتقي بها ونعرف كمان هي عندها شنو بتفكر كيف، وقادرة ممكن كيف تساعد السودان، وهي أصلا ما شاء الله قدرت إنها هي تعمل عمل جيد جدا بل ممتاز في المملكة العربية السعودية اللي هي شقيقة بالنسبة لنا. كوميك وناهد دايما معاكم موجودين بإذن الله في سهرانين. كوميك مساء النور عليك. مساء الخير، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، الله يسلمك. مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم وحبابكم عشرة من السعودية الرياض، قناة السعودية 24، قناة السودان 24 الآن، لكل زول في كل مكان. أهلا بكم ومرحب بكم، وزي ما تعودنا دائما أنه نقول لكم آراكم وملاحظاتكم بتهمنا شديد جدا. أهلا بكم في سهرانين، الليلة موضوعنا شيق، الليلة موضوعنا جميل بهمنا كلنا. أنا الليلة حنستفيد إن شاء الله من قامات في الرياضة، حنستفيد منه استفادة عظيمة. تابعونا كل يوم، نحن سهرانين معاكم. أهلا وسهلا بكم ومرحب حبابكم عشرة، ونحن سعيدين جدا بوجودكم معنا داخل الاستوديو ضيوفنا الكرام. أهلا بكم وسهلا، نحن سعيدين بوجودكم معنا الليلة، رغم أنكم معروفين يعني في برامج الرياضة مع الإخوة طارق ومصعب وأيضا عادل، فزي ما بيقولوا غيرنا الاستوديو، لكن ان شاء الله سهره بنتمناها تكون لطيفه وخفيفه ودمها جميل، يعني ان شاء الله قلنا لهم بعيد من التعصب، خليكم معنا كويسين وان شاء الله سهره تعجبكم باذن الله. هيثم عربي محلل رياضي، اهلا بك وسهلا، مساء الخير عليك. اهلا بك استاذ تهاني واستاذ ابراهيم ناهد واستاذ ابراهيم، ومرحب بكم وتشرف بكم في البرنامج سهرانين، وان شاء الله نكون يعني ضيوف على قدر ثقتكم وقدر المسؤوليه ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا بك محمد عبد الرازق يا محلل رياضي، كمان مرحب بك ونحن سعيدين بوجودك معنا الليله داخل الاستوديو. اهلا بك استاذ ابراهيم، ومرحب بك استاذ ناهد، وانا اسعد منكم بوجودي معكم في برنامجكم الشيق الجميل. كلامك ده كان سمال بهناك ده حنتمرد عليهم نحن ثاني. انتوا ما راجعين ثاني؟ لا خلاص ثاني ما ارجع. بصراحه نتمنى انه نقدم شيء يعني يفيد المشاهد، وإن شاء الله تكون حلقة ظريفة. نعم. كمان فعلا البص ما شاء الله والإنسان الجميل احنا ذكرناه أخيرا لأنه هو فعلا يستاهل، أستاذ سيف الدين عوض كرار محلل رياضي، أهلا بك وسهلا، شكرا لك على حضورك الاستوديو. أهلا ومرحب بك أستاذ ناهد، ومرحب بالأستاذ الغامة إبراهيم، ومرحب بزميلي في الاستوديو الكابتن إيليا وكابتن هيثم عربي، وأتمنى إن شاء الله نقدم سهرة تليق بمقاماتكم السامية وباسم القناة إن شاء الله، وتفيد المشاهد بإذن الله تعالى. أكيد طالما أنتوا قاعدين معنا أكيد إن شاء الله إحنا حنستمتع إحنا أول حاجة طبعا، وحنعرف الكثير يعني المشاهد. بعدين ناس طارق طبعا من هناك بيحذروا فينا يعني. أيوة طارق، ما تشيلوا ضيوفنا ما تشيلوا ناسنا، بالراحة عليهم، يلا نشوف بالراحه ولا ما بالراحه بعد شوي. ايوه ونحن لنا زمن كده خلاص، احنا لنا زمن بنقول لا انتوا ما جيتوا، هم بعد ده هيجيكم براحه. ما بس احنا الجايه الاولى دي كنا مصرين عليها عشان عارفين انكم حتجوا ثاني وحتجوا ثاني. زادنا خلاص عرفنا الدرب بعد. بعد ما راكم بتيجوا الاستوديو ده. اذا الرياضه طبعا هي للجميع، هو ده محورنا ان شاء الله اليوم، وثقافه الرياضه للمجتمع واثرها في المجتمع والتحليل الرياضي ايضا، لكن في قالب طبعا بيختلف من الرسميه شويه، وان كان هي سهره ان شاء الله اتمناها سعيده بالنسبه لكم. الى اخبار سهرانين لهذا اليوم. التقى وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح بمكة المكرمة برئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي المسهب، وأوضح مفرح أنه بعد ثورة ديسمبر تم تعديل القوانين واللوائح المنظمة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، والتي أدت إلى توحيد الكليات والأهداف العامة للأمة الإسلامية، مما سهل التلاقي بين كافة الجماعات والطوائف الإسلامية بالسودان. وكما أشاد رئيس جامعة أم القرى بمكة المكرمة الدكتور معدي آل مذهب بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الشؤون الدينية بالسودان في اتباع منهج الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف، وأكد الدكتور معدي أن الجامعة تضم أكثر من 80
سوداني في هيئة التدريس. إذن هي طبعا زي ما شفنا في الخبرين إذن هي حفاوة الاستقبال وكمان كرم الضيافة بين الشعبين الشقيقين، والسودان خاصة بعد التغيير يشهد تحولا إن شاء الله كبير جدا جدا، وتعديل في القوانين التي تناسب التغيير الجديد وتناسب الإنسان السوداني، والبعد عن الطائفية وبعد عن أشياء كثيرة. إحنا طبعا كسودانيين ما بنحبها، ولكن نحب فعلا الوحدة ونحب الشرعية بإذن الله. و زي ما ذكرنا الأمة الإسلامية كل هذا إن شاء الله الخبر أو الأخبار إن شاء الله هي مفرحة بالنسبة للأمة الإسلامية في تطبيق كثير من القوانين الإسلامية التي تعود بخير على الأمة الإسلامية ككل. على مدار 30 سنة نحن كنا بننادي بالاعتدال وبنحارب في التطرف، الحمد لله يعني إنه في بشريات جميلة إنها حتحقق لنا الوسطية وحتحقق لنا الاعتدال في الدين الإسلامي. نعم. التحية لكل من عفوا هي ليست شرعية وإنما هي الشريعة الإسلامية وتطبيقها مثلا بطريقة جميلة ودعوة وإرشاد. أكيد طبعاً. نحن نأمل إن شاء الله في سودان جديد وقوانين جديدة إن شاء الله يفرح بها المواطن السوداني. حنشوف الكنترول مجهز شنو بغير لك في اللحن ولا بغير لك في الكلمات، بخليك مستمتع بالغنية وكأنه بغنيها صاحبة يعني فعلا. لو التحية الفنان الجميل عصام محمد دور. إذا هت رياضة مش رياضة رياضة للجميع شجون ومشاعر وكذا. الفلج الكورة والغنى وجهين لعملة واحدة. فن في الآخر. أيوة اللي فن جميل ومن أكثر الفنون الشعبية الناس بتحبها في السودان. صحيح. أيوة. الرياضة حقة الجسم هي رياضة للجسم، والفن أيضا رياضة زي ما قال إبراهيم برضو للمخ للرأس بتغير باجة. الفن يعتبر غذاء الروح. أيوة. يعني زي ما الطعام هو غذاء الجسد، الفن هو غذاء الروح. حتى الرياضة. أيوة. والرياضة برضو غذاء. يعني بتكملي مع بعض. نعم. في هذه الحياة. يعني حقيقة. يعني الواحد يستمتع باللحن وبالكلمة السودانية. سيف الدين كان عنده حاجة عايز يقولها، تفضل. بس في الحتة دي أنا أرى إنه الرياضة والفن زي ما قال أتكلم الكوتش هما مكملين لبعض إذا الروح، لكن في حتة تانية هما ضد لبعض. كيف؟ الفن تطلب السهر ليالي طويلة والجلوس فترات طويلة. الرياضة عكس ذلك، الرياضة عايز النوم المبكر والراحة المبكرة زي ما قال والدين عليه رحمة الله. كان عنده نظرية، كان وصية، كان بقول لي في حاجات ثلاثة في الكورة أنا بتجنبها. سهر ثلاثة سين سهر سكر. السكر والسجائر. هذه ثلاثة ضد. دي كان نظرية المرحوم والدين رحمة الله عليه، وأول النهج اللي هو كان ماشي أسوأهم السهر عليه رحمة الله. أسوأهم الثلاثة أسوأهم السهر. طيب. والفن أساسه السهر. الفن ما كله الفن، يعني ممكن تكون الغنى، لكن إذا جينا لفن المسرح مثلا. لا نحن نتكلم عن الغنى، يعني عن نتكلم عن الفن فن الغناء. فن الغناء ممكن يكون فيه سهر. نعم فيه سهر. أستاذ سيف داير يقول تمارين الفنانين بالمثل، اما تمارين الرياضيين طبعا الصباح العصر. لو سمحتوا لي كمان، انا افتكر انه يعني حتى السودان الان الحفلات من 9 ل 11 يعني ما في السهر. ده كان زمان لكن البروفات بتكون في اوقات البروفات والاشياء بتسبق السهر 11، مع انه في فنانين برضه ملتزمين بالنوم بدري عشان الصوت. في ملتزمين ما بيعملوا حاجه مثلا يتعاطوا اشياء برضه عشان الصوت وعشان صحتهم. يعني في برضه في اللي عايز يهتم بيهتم يعني. بالضبط كده. نعم جميل جدا. المسرح عندنا تمارين بتبدا من فروه الراس لغايه ظفر لغايه الاقدام لغايه الامشاط. ما هي في الحته دي ضد الرياضه. لانه الرياضه بتبدا من الظفر اللي في فروه الراس. انت بديت من فروه الراس للظفر. ايوه ما بس هنا ما عارف غايته، لكن حسب ما موجود في كل النظريات بتاعت المسرح التمارين بتبدا من فروه الراس ولحد ما تجي الوش. هي في البدايه بتكون تسخينه كويس، اللي هي لفه دائريه جري حتى بعد ذلك بتجيف. انت بتعمل اي مفصل من فروه الراس، الوش، الرقبه كويس، الاكتاف، الصدر كويس، الوسط هنا، الركب، لحد ما تجي ده كله في المسرح. ودي المفترض انك تعملها قبل كل عرض مسرحي. سبحان الله. بالمناسبه
وفي ظروفك عادي مقاطعة كلامك. في تمارين احنا في الكوره في الرياضه تمارين بدايه الاعداد لاي تمرين الاحماء بنسميه هو ده احماءنا معنا، لكن بس بيختلف منك انت بتبدا من فوق لتحت، احنا بنبدا من تحت لفوق بس فيه طبعا طيب تحريك كل الاجزاء طيب كل الاجزاء بتقولها المسرحي بلد. المسرحي هو مؤدي. طب احنا الان كاعلاميين او مذيعين المفروض نكون عندنا احماء برضه ولا بنحمل عقل او بنشغل مخنا اكثر كمقدمين للبرنامج؟ يعني احنا برضه ما عندنا رياضه الفكره يعني ترزيه بس لا يعني ما في احماء للعقل برضه صح؟ لا يعني في رياضه عقليه احنا بنستعملها اللي هي تجهيز البرنامج، الاعداد للبرنامج، مقابله الضيوف، دي كلها بفتكر برضه نوع من الرياضه الذهنيه برضه التركيز صح التركيز بالضبط كده التركيز ده بس بالضبط كده هو مش ايوه في المسرح برضه عندك ريلاكسيشن بعد التمرين مباشره ريلاكسيشن بتراجع فيه كل الحاجات وفي ازاله التشوهات الداخليه كده وبتاع عشان تقوم تستعد للبروف عشان تستعد للتغمس الدور عارف الكلام ده بيقولنا يا أستاذ إبراهيم لأنه الرياضة داخلة في حياة الإنسان في كل مجالاته. اتكلمت عن إنك أنت الآن أنت راجل ممثل الأستاذة ناهد أستاذة إعلامية الأستاذة ناهد عشان تقعد قعدات طويلة لو بتمارس رياضة ما بتحس بآلام ما بتحس بأي شيء بتحافظ على شكلها العام دي كلها من فوائد الرياضة. بالنسبة لك أنت قلت ذكرت إنه عندكم إحماء بتعملوا انت برضو عشان تحافظ على 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 صحتك عشان تحافظ على انك انت تقوم بكل ادوارك مهما كان فيها الحركيه منها والكلاميه انت محتاج انك انت تمارس رياضه. فده بقولنا لانه الرياضه هي بتدخل في حياه الانسان في كل تفاصيله. يلا عشان كده الليله يعني حلقتنا دي في ناس كثيره عندهم مهن كويس بتمنعنا انه يتريض او بتمنعنا الحركه والحركه طبعا مهمه بالنسبه لانه انتوا عارفين انت سياده العارفين يعني انه صحه الحركه دي اهم صحتنا واحنا في اشد الحاجه لها في الزمن فيه التكنولوجيا حبست كثير من الناس داخل غرفهم التوترات والضغوط ايضا بالضبط يعني بالضبط كده ايوه. طيب انت شايف احنا حتى ضيوفنا نسالهم السؤال ده كثقافه يعني السودانيين احنا ما عندنا ثقافه الرياضه دي كثير يعني ممكن الناس ماخذينها نوع من الوجاهات كده يعني ما بشوف ناس كل يوم بيتمشوا زي الخواجات ولا في ناس بيمارسوا رياضه يعني دائره الرياضه ممكن يمسك في عمود الباب فوق على الحديد ويعمل له رياضه رياضتين يعني ايوه نوع من الرياضه بس ما هي ممارسه في البيت عشان كده تلقى فيك السير شديد وجع ظهر وجع رجلين يعني زي ما قال ابراهيم كده التكنولوجيا الموجوده الان كسرت الناس زياده يعني هي ما من ثقافتنا كبيره يعني. طيب كده تفضل تفضل طيب كده خلينا نبدا نحن نقول فوائد الرياضه هي شنو اصلا. طيب كده يعرفونا بنفسكم اول حاجه انتوا منو زادكم احنا ولا من جريد الكلام ده يقول لنا زمان زي ما عارفين منو اخواننا لا بعد ما مشينا نقرا انتوا محللين رياضيين لكن انتوا منو قريت وين لغايه ما وصلت للمرحله درست شنو تريضت وين تريضت ذات وين علقت فيها تباب مثلا يعني خلينا دايما نشوف هيثم نزات دخل كيف المجال ده لكن العفو احنا بنعرفكم طبعا انتوا محللين رياضيين بهزر معكم انا محمد عبد الرزاق إيليا معروف باسم إيليا لأنه أصلا إيليا كان اسمي في المسمى على إيليا الماضي وغيرته أنا في الجامعة يا محمد أنا كان اسم جميل يعني الله يديك العافية أنا من الحلفاية أصولي طبعا ما من الحلفاية أصولي من الجزيرة من منطقة الحصحيصة منطقة أربجي وتسلفاف لكن نعم مصطفى سيد أحمد عمنا يعني وأتخال الوالد فنحن تولدنا وتربينا في الحلفاية المراحل التعليمية الحلفاية بعد ذاك بحر الأميرية واحد بعد ذاك شنبات الثانوية بعد ذاك جامعة القرآن الكريم كلية الاقتصاد بالنسبة للرياضة بدينا الكورة من روابط الناشئين اللي هو فريق التذكار برابط الحلفاية يعني ما من الدافوري لا ما من الدافوري أنا كنت بعد كبرت شوية لا دافوري ده ما والله احنا دفعنا الحلفاية البحري مدرسة البحري يلا الرياضة بديناها كرة القدم من روابط الناشئين فريق التذكار ومن فريق التذكار مشيت أشبال الأملاك الوقت ذاك في الدرجة الأولى ومن أشبال الأملاك للأملاك التيم الأول ومن ثم فريق الحلفاية أنا كنت لعبت في الفريق لعبت في الأملاك ولعبت في الحلفاية ولعبت منتخب ناشئين ممتاز ففترتي في الرياضة أنا يمكن أباوت حاجة بتاعت 16 سنة كلاعب درجة إن شاء الله والله بعد كده جينا هنا البلد دي ولعبنا في الرابطة الرياضية هنا وبعد ذاك كمدربين في الرابطة الرياضية هنا وبعدين جينا التحليل هنا في الغنا
لسه ما شاء الله، لكن لسه بتمارسوا الرياضه يعني يوم الجمعه بتحاولوا تطلعوا تتدربوا عشان الواحد؟ اكيد بنلعب لنفسنا نحن يعني كويس. اللي بيلعب كوره ما بيقدر يخليها الا تخليه هي. نعم صحيح. في الاخر ما يقدر اكيد، لكن وانس انك انت طالما انت بتقدر تمام ما حد يقف منك. هيثم السيره الذاتيه. طيب انا هيثم عربي علي كرار، عربي ده اسم ابوي. عربي علي كرار. عربي علي كرار. أيوة وليس لقب. اسم ابوي الله يديه الصحه والعافيه. ارسل له تحايا عبركم. تحيه اليوم وللوالده. انا طبعا انا تاريخي شويه كده فيه مطبات. انا اتولدت في دوله الكويت وقريت في مدرسه مدارس الابتدائية، هي مدرسة اسمها مدرسة أبو سعيد الخدري، والمتوسط كان في مدرسة اسمها مدرسة ابن النفيس، ولما جيت الثانوي العالي قريت سنتين، هم نظامهم غير نظامنا في السودان. يعني شهادة عربية ما بقول، لأنه الحمد لله أنا دي بشكر فيها الوالد والوالدة بقوة، إنه إحنا ما كان عندنا أي بعد عن الوطن يعني الحمد لله. كنا طوالي إجازاتنا بنمشي، وفي الوطن ما كنا بنمشي الخرطوم، كنا بنمشي البلد اللي إحنا. أنا أظن قلاوي من حفير مشو في الشمالية قريتي العزيزة، فكان عندنا ارتباط قوي جدا بالسودان. حتى في الكويت يعني كان ارتباط الجالية السودانية ببعضها كان ارتباط قوي جدا. العدد عشان ما كبير هناك كمان. فدي من الحياة اللي كانوا الناس، لما أقول لكم النقطة دي إذا سمحتوا لي، لما رجعنا يعني بعد حرب الخليج وكذا كانوا الناس بيستغربوا يعني انتوا اللكنه ليه ما متغيره. أيوة. طبعا معروف على اولاد المغتربين اللكنه، بس احنا سبحان الله يعني انا الوالد والوالده كان عندهم اصرار كبير يعني انه ابدا ما نحيد عن الموضوع السوداني. مهم الاجازه مهم تماما يعني، نشكرهم جدا عليها صراحه يعني. أيوة. الحياه دي فادتنا جدا لما رجعنا يعني. خلصت انا من سنتين كان في الثانوي العالي في مدرسة اسمها كعبي بن عدي، ورجعنا على السودان. امتحنت شهادة، لا كان لسه امتحان الشهادة ما امتحنته. امتحنت من مدرسة في العمارات اسمها مدرسة عبد المنعم حسونة، والتحقت بجامعة أم درمان الأهلية كلية المختبرات الطبية، اتخرجت منها. وخلال مسيرة الجامعة مع نهاية الثانوي على الجامعة التحقت برابطة الامتداد، امتداد درجة الثالثة، كان فريق اسمه فريق المعلمين، برضو برسل له التحايا هو وإدارته، لأنه ده الفريق اللي عن طريقه أنا يعني أقول إني ظهرت في الأضواء يعني السودانية في كرة القدم، لأنه منه التحقت طوالي بأشبال المريخ. زمن الأشبال يعني كانوا بيعتبروا من مصاف يعني الدوري الدرجة الثانية تقريبا من قوة الأشبال، فالتحقت بأشبال المريخ، ومن أشبال المريخ قضيت معهم قرابة الخمسة مواسم، خلال أحرزت تقريبا أربعة كاسات دوري طوالي على الهلال طبعا، وكانوا بيكرهوني جدا الهلال طبعا لأنه غلبتهم أكثر من مرة. أنا المريخ في أشبال المريخ، أنا كنت متخصص في أشبال المريخ، أي مباراة بجيب فيهم بس بتغلبه بس بتغلبه لأنه للحيف للتاريخ أشبال المريخ هم اللي كانوا مسيطرين على أنا من 94-95 لغاية 99 أشبال المريخ. لما الناس كروم وقرماهيا بالضبط، كروم قرماهيا كانوا قبلنا، ناس كروم الله يديه الصحة والعافية موجود هنا في السعودية. كروم الله يديه الصحة والعافية، التحية له والله، التحية له جدا، التحية له. كان يعني اشتغل معاه في منتخب السلاح، واحد من أعظم مهاجمين السودان لو كان يعني يدرج لا واصل لكده. وخلال الفترة دي برضو أنا انضميت للفريق القومي للناشئين، واحد من أقوى الفرق بعد الفريق بتاع ناس إبراهيم اللي هو كان الفريق اللي كان قائده أخونا وحبيبنا حمد كمال. الفريق المشى مالي ممثل السودان في البطولة الأفريقية، بس يعني بعد التحاقي بالفريق وفي بعد ما جهزنا وفي مباراة الرد مع مصر للعبور تعرضت لإصابة هي اللي حرمتني إن أنا أكمل معهم، ومنها أنا صراحة واصلت مع الجامعة أكثر يعني. ف يعني في السعودية؟ لا لا لا، ده كله في السودان. هنا ما عملت حاجة هنا؟ أيوة، أنا لما جيت السعودية الناس كانوا عايزيني ألعب كورة بحكم إن أنا كنت ألعب كورة وكذا، لكن صراحة لما جيت السعودية أنا كان وقفت نشاط كروي كممارسة. وهنا في السعودية بديت نشاط بطريقة تانية، تدريب.
ففي فرق الجاليه السودانيه، قريتي العزيزه عندها فريق اسمه فريق الحفير في الجاليه، فمسكته كتدريب، بديت مساعد مدرب واشتغلت معهم يعني كذا موسم وكذا. والان انا عندي فريق في روابط احياء الرياض، هو فريق سعودي خاضع للاتحاد، اتحاد احياء الرياض السعوديه، اللي هو يخضع للاتحاد السعودي لكره القدم. يعني بطوله هي رسميه، انا عندي فريق ماسك مدرب بدرب فيه اسمه فريق نجوم الذهبي. ضد غرورك برضو حتى لو يعني بالضبط حقيقه لانه يعني جو الكوره انا صراحه ما بقدر افارقه، ارضيت غروري بس في حته ثانيه زي ما انت قلت يا استاذه ناهد حقيقه. والحمد لله درجت مع الفريق ده تدرجات كويسه، السنه قبل الماضيه احرزت يعني بطل الرياض ان شاء الله، وفي نفس السنه اتاهلنا انه رحنا على مستوى فرق احياء المملكه واحرزت المركز الثالث على المملكه. ما شاء الله تبارك الله، سيره عطره والله. وان شاء الله بكره عندنا نهائي في نفس البطوله، بطوله الكاس، ودعواتكم معنا ان شاء الله. ان شاء الله مزيدا من النجاحات، الله يديكم العافيه والتقدم يعني، وانجاز والله ده انجازات الواحد بيحتز بها يعني، بتشرفه جدا كسودان يعني. تحيه لك والله يا اخي، والتحيه كمان لإيليا. نعم برضو، لكن انا داير اعرف في منافسين ليكم ولا الرابطة هنا؟ طبعا هي كانت ثلاثة روابط لكن أقواها هي رابطة الصالحية، وفيها اهتمام كبير جدا كناشئين وكفرق أولى. ما يروحك رياضية يا أخي جميل. أنا سألتك السؤال ده مخصوص. مخصوص سألك لو على فكرة. عشان أعرف إنه روحك رياضية ولا ما روحك رياضية. لكن تحية لك والله. الشرك ذاتية سيف. سيف كرار. الاسم سيف الدين عوض علي خير الله. اللقب كرار دشني. اللقب علي الكرار. يا سلام. علي الكرار ده هو اللقب. صحيح. من أبناء الولاية الشمالية مدينة دونغولا كباشي والحمد لله. المرحلة الابتدائية بمدرسة كابتود والديمة الابتدائية. المرحلة المتوسطة بكدوك المتوسطة. المؤتمر الثانوية جيتوا بدرمان يعني؟ أي نعم، المؤتمر الثانوية ومعهد الشؤون الإدارية ببحري تأهلت فيه، زمان كان الوظائف بيقولها باش كاتب. أيوة. التحقت بالجيش السوداني سلاح المدرعات كضابط؟ لا، ضابط صف. ضابط صف. نعم ضابط صف. وبحكم السفر الكثير هنا كنا في خشم القربة أيام، كان طبعا الشباب دي لسه صغار. صغار زمان ذاك انتم. فكان أيام قبل تحرير أريتريا كان في مشاكل بين السودان وأثيوبيا، فنحن كنا هناك في خشم القربة والتحقت بفريق حي العرب. طبعا هنا كنا في رابطة مبدا للناشئين، والتحقت بفريق حي العرب اتحاد الفرعي لخشم القربة فترة بتاعت 3 سنوات. وكان في منتخب لكرة السلة في جيش، اختاروا الناس اللي طوال اختاروني من ضمنهم. وفي القدم كنت حارس؟ لا، في القدم كان أسطوبر رقم 5 زي ما بيقولوا طارق احمد عادل. خطير جدا. اصبت في واحده في المباريات بتاعت السله دي في الانكل، ودي كانت سبب للوقوف يعني، للوقوف من ممارسه المواصله في كره القدم. انا كنت اساسا كان المفروض امشي للهلال كسله. ايوه، الاصابه دي هي اللي هي اللي عطلتنا. مرات انا قاعد اقول الاصابات دي قد تكون يعني نعم مقصوده مثلا من بعضهم يجي يعوض. لا ما اظن، بالذات يعني بالذات في كره السله دي عمليه بتاعت الانزلاق. ايوه في السله جاتني في السله. وبعد ذاك دخلت مجال التدريب، درست كورس تدريب الناشئين على يد الدكتور نور الدين عمر بيومي، الله يطرحه بالخير يديه الصحة والعافية. الآن هو محاضر في تحيانا اليوم في جامعة السودان للتربية. فالرجل ده صراحة يعني الشيء اللي يشكر عليه، فترة التدريبية المجازمة للاتحاد كانت أسبوعين، انتهت الأسبوعين فضل شغال معانا 6 شهور تأهيلي.
لأنه كان هو نظريته أنه الناشئين هم الأساس. فالكورس بتاع الناشئين ده هو التأسيس. اشتغل معانا بعد التخريج 6 شهور تاني تأهيل وتدريب كامل. بعد ذاك مشينا الدمازين واشتغلت هناك في فترة، كنت ماسك فريق في الغدرية الثالثة في الدمازين، فريقين مشيت معهم النصر وكان واحد اسمه الأرجنتين. اشتغلت في الإدارة الفنية في هلال الدمازين. جينا راجعين أخذنا الكورس الأولي برضو، كان الإشراف لدكتور نور الدين ده برضو اسمه الأول، هو التدريب الناشئين الأولي. ومن ثم بعد سنتين في الفترة دي أنا كنت خلاص تفرغت للكورة وكنت ماسك الإشراف على منتخب المدرعات. منتخب المدرعات لعبنا بطولة الجمهورية كأس القوات المسلحة في الأبيض وكان كنا في النهائي. فبعده لقيت فرصة، ومن هنا أنا أترحم على روح كابتن الهلال شيخ إدريس كباشي. الرجل كان له الله ربنا يرحمه وتولاه، كان هو السكرتير اتحاد الخرطوم، واحنا كنا مسجلين كمدربين عاملين في اتحاد الخرطوم. فلما جات فرصه بتاعت كورس متوسط من الاتحاد الافريقي للاتحاد السوداني، وكان المحاضر الله يرحمه امين زكي، فنحن كنا يعني يمكن اصغر او جداد في بالنسبه للناس اللي جو تقدموا، لكن اصرار شيخ ادريس بانه الكورس والفرصه تكون للناس اللي مواصلين والمسجلين في الاتحاد. شوف الافكار كانت ايوه نعم يعني ما ممكن انت قال قويه يعني بالضبط كده، وقفه قويه جدا جدا، انه اي زول انت ليك 30 سنه شايل شهادتك الاوليه ومعلقه في ديوانك وقاعد في بيتكم هناك، تيجي تاخذ الفرصه على حساب الناس اللي جارين دي. فقال الفرصه تاخذوها الناس اللي جارين والناس المسجلين معي في الاتحاد والمواصلين. كان في تمرين اسمه تمرين المدربين كل يوم سبت في اتحاد الخرطوم في صدر الخرطوم ملعب الخرطوم، بيكون الحكام بالمساء العصر والمدربين بالمساء، او المدربين الحكام المدربين بالعصر والحكام يعني يوم السبت ده كان تمرين مشترك. فشيخ ادريس رحمه الله عليه كان حقاني في الحته دي، واصر على انه الفرصه ياخذوها الناس المواصلين دي. الكورس كان منعقد في اتحاد في جامعه الخرطوم كليه اللغه الفرنسيه، فمشينا واخذنا الكورس وتاهلنا والحمد لله. فبعد ما جيت السعوديه سنة قول ما شاء الله 1996 زمن ذاك الشباب. إذا سألتني أنا أنت لعبت زمان كم؟ في الأشبال أنا لسه في الأشبال. أيوة 96 الله يديك الصحة. ومن ضمن الشباب اللي كان معاك في معاكم في الأشبال كان معاي في المنتخب 9 من المريخ بالمناسبة، كان جايبه من لواء منصور عبد الرحيم رغم هلاليتين معروفة، لكن كنت بعاملهم معامله ما فرق. يعني كان عندك على سبيل المثال حموري حاتم مهدي، حاتم ده في النهايه انا قلحته وديته الهلال، دي محترف بها. هو من اشبال المريخ فين راح الهلال؟ انا اللي وديته بعد رحله القضارف. بعد ما جو راجعين من القضارف كان حصلت مشكله كده ظاهر في القضارف، ايوه، وشطبوهم زي ما بيقولوا شطب تهديدي كده، ما كان سايب بس يعني. هاي فجأة كلمني قلت له يلا يا اخوي مع السلامة بلا مريخ مشينا طوال على كيف يروح الرياض الأصلي؟ هاي طبعا اكيد كيف يروح الأصلي. بعد ما جينا السعودية صراحة الدوام كان في الشركة ضاغط يعني ضاغط 12 ساعة يعني انت بتصل انت بتطلع من الدوام منتهي، ايوه يعني كيف. مجال بتاع انك تمشي عشان تشوف لك كورة، كان الواحد لو يوم اجازته لو صادف في مباراة يحاول يمشي يشاهد. زمن ذاك كان الضابط فيها ناس مصطفى النقر والجماعه دي ما شاء الله تبارك الله، بس برضو قدرتوا عوضتوا بانكم بتحللوا قدرتوا تكونوا آه، لكن بنمارس ما وقفنا يعني. الواحد لما تلقى لك فرصه بتاع ساعه ساعتين بتمارس مشي تمارس جري تمارس تمارين كده يعني بمناسبه المشي دي يعني. الرياضه طبعا للجميع طبعاً والرياضه طبعاً للاسره طبعاً رياضه أكيد المشي أكيد وتخفيف أكيد الوزن. كلمنا نعم عن الرياضه نعم واهميتها. نعم هذا هو بالضبط كده. نعم تفضل. المشي كلمنا عنه رياضه المشي، احنا ما عايزين الثقافه دي ايليا برضو بعد كلام قلنا له ما مشكله تفضل. ما وقفنا يعني ابسط يعني من ابسط الرياضيات اللي انت ممكن تمارسها وما في شيء بيمنعك وما في عذر بيمنعك المشي. يعني المشي ده انت ممكن حتى في 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 اثناء الدوام علاج كمان علاج المشي في اثناء الدوام. كيف يعني؟ مثلا انت قاعد في مكتب لقيت لك فرصه حاجه بتاعت 5 دقائق ممكن تطلع من مكتب لمكتب من 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 دور لدور يعني 5 دقائق دي حتى الامتار البسيطه حتى الامتار البسيطه اللي بتمشيها دي هي
حركه. دار تصور ورق ذا كوم ده ايوه ده شلت ورقه ده عازم تصورها طالع اشوف مثلا الاستاذ ابراهيم ده فوق عنده معاه موضوع بدل ما اكلمه بالتليفون اطلع الطابق الثاني الطابقين مع الدرج اتناول قهوتك براك أيوة. حرك نفسك دي تعتبر في حد ذاتها حركه يعني المشي ما في شيء بيمنعك من المشي اطلاقا ده كله ما قدرت تعمله الدوام انتهى مرهق انت جاي ماشي على البيت وقف السياره في الشارع الثاني افتح الكرافته وتعال ماشي فكر في مواضيع كده انت وانت ماشي عشان تحلها تمشي لك مثلا 15 20 30 50 خطوه دي برضها بتعتبر حركه فرياضه المشي ما في عذر يعني ما في زول بتخفض نسبه السكر لا دي احنا بعدين لو جينا للفوائد بتاعتها فوائدها كثيره فوائدها كثيره يعني المحور حقيقي ان شاء الله ايوه حنجي لفوائدها فوائدها كثيره جدا لكن الممارسه ما في شيء بيمنعك منها فلا بد من انت من انك تمارس المشي التعويدة عندها علاقة يعني طبعا أكيد تعود نفسك ما هي يومي ما هي شنو الشغلة بتبقى لك عادة يعني أنت لو ما عملتها بتشوف زي شيء في شيء ناقص لك أيوة صحيح وشيء مهم جدا جدا على فكرة جرب أنت الآن أنت في المملكة الحمد لله متاح لك أنك مثلا تأدي العمرة صح أيوة متاح لك تأدي العمرة جرب تطلع العمرة وأنت خامل ما متحرك ما بتاع وشوف بعد تخلص العمره جسمه كله يتكسر تعال أن مثلا انا نويت امشي عمره وباقي لي مثلا اسبوع قدام الاسبوع ده انا يوميا امشي نص ساعه او 40 دقيقه يومي قبل العمره تبقى لي سهل وامشي ادي العمره وخلص وتعال شوف غارم بين فترتك الاولى اللي انت مشيت فيها الاول والان حتلقى نفسك مرتاح جدا والوضع سهل وما فيه اي تعب لانه رياضه المشي ترفع اللياقه ترفع لياقتك رفعت لياقتك ارتفعت بعد كده اي مهام انت بتاديها مرتاح الدوره الدمويه اخذت دورتها كامله بقت تمشي مرتاح بقت تمشي مرتاح المبذول المجهود اللي بذلته ده يعني انت محتاج عليه جسمك مهيئ فما بتواجهك في مشكله فلذلك رياضه يعني المشي العقل السليم في الجسم بس اضافه صغيره يا استاذ ابراهيم استاذ ناهد في رياضه المكاتب انا حسميها رياضه المكاتب اذا سمحتوا لي يعني مصطلح من عندي من ناحيه طبيه او صحيه لو تكلمنا طول الجلوس بالذات للناس الشغل المكتبي طويل طول الجلوس قصاد الاجهزه او اداء المهام المكتبيه الحاجه دي انا يعني ممكن اتفادى حاجات كثيره يعني امراض كثيره ممكن تحصل لي عن طريق فقط انه انت تستدرك انه فقط غير من وضعية السكون اللي انت قاعد فيها دي لوضعية الحركة يعني الناس ما تستسهل وضع الجلوس الطويل في اثناء الدوامات واثناء العمل يعني حتى الدم كله بيكون في رجلين يعني وانت يعني والغضروف يعني لو بدينا مثلا نتكلم عن بعض الامراض ممكن امراض الغضاريف امراض الديسك اللي في نهايه الظهر ممكن نروح على حاجات ابعد من كده على الناس حتى الاكتاف والالم بالضبط يعني المفاصل والخشونه بالضبط كده ممكن نصل لحتت بتاعت امراض بتاعت عندها علاقه بالشعيرات الدمويه من كثر الجعاد الجلطات عايزين نحفز الناس لممارسه الرياضه دي ايا كان هم من سواء كان في البيت الاسره ككل يعني والمجتمعنا زي ما قلت لك يمكن الشعب السوداني ما ناس رياضه أيوة صحيح حفزهم من خلالك انا بحفزهم بحاجه بانه انت تدي انذار شوف دائما الخطر هو اللي بيشحن همه الزول لانه يعمل الحاجه الصحيحه تمام انذار الامراض انت يعني امراض العصر اللي احنا فيها دي كلها هي معتمده على حاجه اسمها اللايف ستايل طريقه الحياه الكسلانه حقتنا او طريقه التغذيه الخاطئه حقتنا اللي ممكن توصل يعني لزياده نسب بعض المواد في الجسم تؤدي الى امراض يعني ممكن تكون خطيره جدا جدا بالذات الكوليسترول بالذات السكر بالضبط اكلهم بدون كنترول اللحم الفراخ الراسه ما شاء الله واي شيء دسم وما شاء الله ثلاثة وجبات وخلالهم ايوه وبعد ده تلقى قاعد يلا ثلاثة يعني وجبات في ناس ما قاعدين ياكلوها دي صاحبين دي في لكن يعني ما كل الناس ديل ما بيمرضوا لبس التريننج عندي صاحبين لبس التريننج وبدا يجوك ايوه لبس لك الدار كده وبدا يجوك يا جماعه قالوا الله يجلس في الحمى ده ثاني ما بجوك
يعني خلاص يعني مبلوك. يعني زي ما قلت في لسه الحكايه بتاعت انه الثقافه بيفتكروا الناس الشغل، ولما يشوفوا الغريبه خواجه بتمشى في شارع النيل ولا حاجه ممكن يقوموا يقول لك ده ويتكلموا كويس عنه الرياضه مهمه وشنو، لكن يشوفوا ناس بيتريضوا بيشوفوا ممكن يقول لك ياي حركات يعني نظام كده. كلامك 100% كلامك 100% ثقافتنا احنا يعني ثقافه لا يعني ما متجدده. يعني احنا زمان لو تكلمنا عن ابهاتنا واجدادنا ما كان في الامراض الغريبه اللي تحصل دي. ليه؟ لانه المصانع لانه الحركه كثيره، الحركه في الشغل كثيره. نحن نجي للنقطه دي تحديدا كويس بعد ما نطلع فاصل ونجرى لنفس النقطه دي وهن زمان والسبب شنو اللي خلاه انه يكون بصحه جيده وكذا. نمشي فاصل ونجرى جاي. وقفنا في حتة الناس الكبار اللي كانوا زمان يعني وكانت الخرطوم بخير وكانت مخطط تخطيط جيد وفي مسارات للمشي وفي ليه ناسنا زمان بصحة جيدة، لكن بعد طوال مباشرة إيليا عنده كلام عن الرياضة أو مفهوم الرياضة. نحن محل وقفنا نواصل ونجي لإيليا. معليش يا إيليا. يا ابو مالك عندك احنا قلنا انه يعني اللايف طبيعه الحياه زمان يعني كان بتدي مساحه للتحرك الكثير، بتدي مساحه حتى للاكل طبيعته كانت طبيعه اكثر من الطبيعه بتاعه الكيماويات اللي دخلت في اكلنا الجديد ده. عشان كده بتلقى الامراض العصريه الحاسه الحاصله اللي بتبعدنا من يعني دخلت علينا مسبباتها بعدنا من الرياضه بالاضافه ل طريقه الاكل الجديده اللي فيها الكمبيوترات والاجهزه فعلا دي اللي بتدينا يعني الرخام يعني خلاص الحاله اللي بتخليك ما بتقدر تتحرك كثير. عشان كده زي ما يعني انتوا طلبتوا مننا كيف انه احنا نستحث الناس، انت لو ما دقيت ناقوس الخطر الزول ما بيتحرك. لو انت اخذته في الحاله اسمها الكومفورتابل زون في الزون بتاع الراحه ما حيتحرك لك ولا حيكون، لكن لو طرقت عليه إعلاميا أنت ذاتك لو عندك آلة قوية أنك توصل له أنه الحياة دي خطيرة كثرة التكرار زي ما يقولوا الزن بالمناسبة أمر من السن أنتوا إعلاميين وأفهم منها الحياة دي تكرار الخبر بيثبتوا في أكيد طبعا. عشان كده إحنا لو زنينا كثير من ناحية أنه الحياة دي خطيرة 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 أنا أفتكر ممكن الناس تبدأ تتحرك، وهي عايزه مجهود طبعا مجهود يعني اعتقد مجهود دوله. طب يعني هيثم الزمالك ما في عربات كثيره صح، في عجلات وخصوصا في عطبره مثلا صح كويس صح. يعني الشغل قريب العجلات دي والناس زادة ما مشروره صح. في السكن هاي رياضه اكيد من احسن الرياضات كويس، وكان عندها محددين لها مسارات برضه وفي ناس محددين لهم مسارات المشي صحيح صح صحيح. والخرطوم كانت مخططة بشكل جيد برضو، نحن محتاجين لبنية تحتية زي دي عشان تأهل لنا المواطن انه يتريد ويمارس الرياضة. ما كمان في حاجة مهمة، ما كان في ضغوطات وتوتر زي هسه، الناس دي كلها شغالة موظفين ولا زراعة ولا ناس عارفة ماشية وين وجاية من وين، وكلة وكتب الزمن وبالساعة صح. حتى الأكل حتى الأكل بالزمن صحيح، وحتى الزمن ذاته يعني عالم الرياضة حقتكم عالم الرياضة. بس عندي نقطة صغيرة، التطور الحضاري في العالم اللي خلق السيارات وخلق الحياة المريحة دي إلى الآن في دول أوروبية متطورة جدا سكانها بيتعاملوا بالعجلات بيمشوا أيوه. شغل بالعجلة إحنا قلت لك يا أستاذ ناهد أستاذ إبراهيم محتاجين ثقافة قوية وعي قوي شحذ همم بقوة شديدة يعني. جميل إلي عن الكلام. والله أنا كلامي في نقطتين، النقطتين اللي ذكر عندنا نحن ألخصهم في نقاط حاجة يعني ما تأخذ دقيقتين. يتفضل. أول حاجة نشوف أهمية الرياضة هي من الزمن القديم، يعني من زمن صدر الإسلام. سيدنا عمر بن الخطاب أوصى المسلمين قال لهم علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. الشيء الثاني لو جينا نظرنا للرياضة، هي الرياضة العدو الأول للسمنة، هي بتزيل السمنة تماما يعني إذا مارست رياضة. الحاجة الثالثة هي علاج، يعني أثبت الطب كده إنه علاج كامل لمرض السكر ومرض ضغط الدم. إذا أنت بتمشي يوميا رياضة المشي بتمشي يوميا 30 دقيقة أنت ما بتشعر بأي أعراض لمرض السكر أو مرض الدم أو مرض ارتفاع الدم ضغط الدم. الحاجة الثانية إنه إحنا نتكلم كيف نحفز المجتمع
يفترض انه رب الاسره انه يربي يربي الاولاد في البيت على حب الرياضه ويوضح لهم ما يعني ما تكون فرض, يوضح لهم اهميه شنو. الشيء الثاني يوفر لهم الطريقه او الجو المهيئ لممارسه الرياضه بطريقه جميله يعني يحببهم فيها, يعني يسوقهم مثلا حدائق فيها ممشى ويخليهم يمشوا هناك, بتبقى زي ما قال زميلي هيثم بتبقى تعويذة لهم المسألة دي. طب أستاذ إيلي, الآن احنا بنمر بجائحة كورونا أو فترة نقدر نقول عليها يعني فيها شو أو مرينا بها كانت حظر كامل يعني. نعم أكيد جات أمراض كثيرة لكثير من الناس. نعم. كان في حتى النفسيات اللي في البيوت. نعم. كثير كانت في مشاكل داخل البيوت. نعم. يعني أنتوا بتتكلموا الآن عن رياضة الجسد ولكن المخ أيضا. المخ, المزاج, كلها حاجات. جائحة كورونا هسي تتكلم عن حدائق, أنتوا بتتكلم عن حاجات كثيرة جدا مع الاحترازات ممكن طبعا. لا حتى لو جينا مثلا لجائحة كورونا ولو كان في حظر كامل 24 ساعة أنت ممكن تمارس رياضة في البيت. تمارسها في البيت. أول حاجة شنو ممكن الناس يعملوا في البيت قبل ما نقول شنو هو الممكن نعمله, نحن نشوف أنه الرياضة فائدتها شنو في مكافحة كورونا أصلا. الرياضة أول حاجة القعاد في الحظر بيخلي جسمك يزيد لازم, فبالضرورة أنك أنت تمارس رياضة عشان جسمك وزنك ما يزيد والنفس يبقى خفيف. الشيء الثاني ال- 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 الرياضة بتفتح الشعب الهوائية, بتحرك الدم, بتقوي مناعة الجسم, فبالضرورة برضو أنك أنت تمارسها. أنت في حالة الحظر تمارسها كيف؟ تمارسها في البيت. تمارسها إذا كان أنت مثلا عندك القدرة أنك تشتري السير بتاع المشي, جيب السير بتاع المشي. إذا ما عندك القدرة أعمل نط حبل. إذا ما عندك دي ما بتقدر تنط حبل مثلا, جسمك تقليل ما بتقدر تنط حبل, أو للنساء مثلا لكده اتمرن التمارين السويدية. طب هسي كل ما تلقى نفسك فاضي أو أي أحد صراحة ما بيش بذريات, حتى لو في بيت روح بيجري قوام يشوف في النت يشوف أخبار أي شيء يعني بيجي يشد الانتباه أكتر. التلفونات ما هي دي رقدك يا ريت لو شايلة وقاعدة وبتعمل حاجة. لا أنت لازم تكون راقد يعني. يلا عشان كده أنا قلت لك إنه رب الأسرة لازم يربي النشء. رب الأسرة يكون شايل برضو الموبايل على فكرة. ما هي لازم يكون في حد فاصل يعني لازم يكون في حد فاصل في إنه التربية تكون كده بأهمية الرياضة. الموبايل ما بيمنع الرياضة, ما بيمنع بس كسر الناس زيادة. لا معلش يعني الموبايل انت ما حتكون ماسك الموبايل وقاعد على مسنجر اليوم كله قاعد, انت ممكن تكون ماسك الموبايل وراقد في السرير وتشتغل رياضة عادي. اقرا في بطلع على يعني ممكن تمشي رجلينك, تمشي رجلينك تبدل تحرك رجلينك تمارين السويدية تحرك تقوم تقعد تحرك بطن تمارين تشتغل تمارين بتاع البطن تمارين بتاع مرونة وانت راقد. يا اخي اقول لك حاجه, هو ما صامت بس يوجا, اليوجا ذاتها, اليوجا دي ذاتها واحده من الحاجات. اي حركه, اي بالمناسبه اي حركه تعملها اثناء اليوم هي رياضه. اي حركه تعملها اثناء اليوم هي رياضه. حسي دخلتنا المطبخ ومرقتنا وخطينا الغداء والوقوف الوقوف في المطبخ, الوقوف في المطبخ ده في حد ذاته والغسيل الغسيل رياضه بالمناسبة. لو ما رياضة جاب الدوالي للحريم, الحريم كان كسر لو ما رياضة جاب الدوالي والله الحوض فيها مشاكل. لكن طبعا رياضة المشي الرغبة هو أستاذ إبراهيم فوت تفضل. نعم إنك تتريض يومي وتلتزم بالرياضة يوميا كويس. الرغبة دي لما تقوم تواجهها رسائل واتساب فيسبوك حاجات جديدة بتنقلك هما اصلا حركه صح. اي نعم. يلا الفيسبوك والواتساب ده بنقولوك لاماكن مختلفه, فيديوهات كده كلام. لا بالمناسبه لكن تعطل الجسم. أيوة بالمناسبه في حتى في 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 الجوال في برامج بتاع التمارين الرياضيه في اليوتيوب. في اليوتيوب ايوه ممكن أيوة تفتحها. كيف انت تمارس الرياضه في البيت داخل البيت. أيوة يعني اي انت هنا عندك مثلا شقه حتى لو مساحتها بسيطه عادي ممكن تمارس فيها. هسه طبعا في ناس اذكياء جدا اللي هم موصلين التلفون بتاعهم مع الشاشات يعني الناس بالذات اللي عايشه برامج الحياه فيها الخصوصيه تلقاهم بتريض. انا شفتهم يعني وبشاشة في كل شيء. بعدين بدي اقول لك حاجه, هي الرياضه ما مساحه يمكن متر ونص دي ممكن تمارس مره. الاستاذ احمد بابكر الله يرحمه بالخير ويديه الصحه والعافيه, فكان بيجي برضو من بتمارين بتاعه المدربين يوم السبت بحاضر, فقال لي يا اخي تعالوا انتوا بتجوا جيبوا الاولاد اجري قوم اقعد. عمليه الاحماء انت واقف في محلك صح تهيئ جسمك. كل واحد اخذ مربع حول نفسه واقف وبدا يشتغل يعني حاجه بتاعت 10 دقائق
تكفي تكفي جدا تسبب عرق من فوق عندنا جار لينا عندنا جار لينا السور السور حق الحيطه ما طويل عشان باقي حديد يعني نعم. كل يوم بيحط رجل هنا وينزلها ويرفع الثانيه وينزلها ويرفع دي وهو واقف في مكانه يعني واقف والله ما بتاخذ منه خمسة دقائق بحس انه مبسوط بكون مسخن في عربيته يعني بحس انه هو مبسوط عايز يحرك رجله حرك جسمه وتريض وجرد دم الدوره الدمويه وحرق جزء من السعرات الحراريه حسسه وقت العربيه دي كيف مع برضه حركه حركه لو الشارع ما واقف اي حركه انت بدال مؤذيه بتاثر على الظهر لا طبعا القعده الطويله بتاثر على الفقرات برضه ترزي برضه ترزي حقيقه انا النقطه بتاعت جائحه كورونا دي استاذ ناهد كانت نقطه مهمه جدا لانه ممكن تكون افرزت لنا نوع جديد من الامراض اللي هو زي ما قالت استاذ ناهد الامراض النفسيه حقيقه فتره كان فيها اكتئاب شديد صح كان فيها ضغط شديد قفله شديده كيس ذاته في حد ذاته بالنسبه للثاني استفزاز لكن بالنسبه لينا يعني تعبير عن مشاعر والله شوف يا استاذ ابراهيم الثاني اضطر يتغبل كون واحد يقول لك انا بشاهد هلال مريخ او انا هلالابي او انا مريخابي وما بتعصب وما بزعل في حاله الهزيمه ده نادر ما في طيب انا قدامك شوف اديك معلومه انا وصلت لمرحله يعني في الفن في الفن وردي لو كان مريخابة ما بتربني والله الحقيقة قسم بالله وردي زمان كان عندنا واحد مخرج في قناة من القنوات والكرة كانت شغالة قبل ما نخش على الهواء فازوا مفروض احنا نقول الخبر يعني انه الفاز منه قدر ما قلنا يجيب لنا أقوانه بيجيب لنا الأقوان لانه ما فريقه الفايز انا والدي متعصب لدرجة انه هو هلالابي الهلال لما يكون لاعب مثلا جات ضربة جزاء للهلال او للمريخ ما بيهضرها يقوم بيجي في برا وبيناديك من برا ها جات طلعت ما بيقدر يشوفها طيب يلا في اللحظه دي بيحصل شنو لجسم الانسان؟ هي دي الرياضه اللي احنا بنقول قبل في الرياضه اللحظه بيكون فيها توتر دي بيحصل شنو؟ الهرمونات يلا تغير في هرمونات بتبدا تشتغل هرمون العصبيه وهرمون الخوف وهرمون يعني معناها ما في رياضه عشان كده في معلومه مهمه شوف التسخين قبل انه دخول اللاعب البرا والتسخين بتاع دخول الفريق هناك الحركه دي ايوه دي تسخينه دي الغرض منها انها تفك التوتر اللي قالته لا ده بالنسبه بالمناسبه التوتر ده ما بيصيب اللاعب وهو ماشي على الملعب التوتر ده بيصيب المشجع ببره لكن اللاعب بيدخل الملعب اللاعب نفسيته واثق من نفسه انه ان شاء الله يعني ما هي في الاخر هو حساباته لا ينادي هزيمه او نصف في يده الحاجه لما تكون في يدك انت بتكون عامل كنترول بعدين التسخينه دي هي دي تهيئه لكل عضلات الجسم لازم عضلاتك دي لازم كلها تتهيئ أبعد 15 دقيقة عشان بعد كده تقدر أنت رأيك شنو في التوتر ده قبل الكورة بالنسبة للاعب للاعبين ديل أكتر ناس مرتاحين في المباراة عارف ليه؟ عارف ليه؟ لأنهم بيلعبوا وهم متحكمين وغير كده وعندهم معيد بدني وعندهم معيد نفسي وعندهم أخصائي مدربين بيتكلم معاهم وبيلف بيلف عليهم قبل الكورة ويشوف حالتهم كيف بعدين الكلام كله وين؟ في الجو يعني في الجمهور وفي الإداري دي المشكلة أنا ده أذكر نقطة لكن المسؤولية كمان برضو عندها صح. نوع من التوتر الخاص بها أنت كونك تشيل مسؤولية فريق كامل صحيح. دي أصلا ما صح. هنا صح. ومستحيل أنك تقول لي أنت ما قاعد تتوتر لا لا كلاعبين أيوه كلاعبين أنا ما بقول لك ما بتوتروا لكن اللاعبين مهيئين للتوتر ده يعني قادرين انه بعد المباراه ما تنتهي عارف الابعاد شنو بيتعامل يعني مهيئ لها يعني بعد ما تنتهي حقيقه جوا المباراه قبل المباراه في توتر بس يعني زي ما بقولوا مسيطر عليهم ما زي المشجع ما في زول متحكم بالموضوع التوتر ده ممكن يكون دافع لانك تلعب كويس كمان لا احساس معلش يا استاذ ابراهيم ما هنا يجي دور المدرب يجي دور المدرب وتهيئته للاعبين قبل دخول المباراه صحيح. فانت لازم شوف اللاعب مجرد ما انت خليته على هواه ودخل وفي لاعبين بيقول لك انا بدخل المباراه ما بفكر فيها نهائيا ما بفكر فيها اللي بادخل الميدان لانك انت لو دخلت انت متوتر وبتفكر في المباراه كثير بتكون الكلام اللي قاله لك المدرب ده كله نسيته انت ما انت المدرب ده ما اساسا نعم. كلفك بمهمه معينه صحيح يعني اللي انا كلفت ناهد بعمل معين نعم كلفت ابراهيم بعمل معين مفروض يقوم لي بيه
فاذا ابراهيم بدا يفكر في يعني دخل المباراه هو في حاله بتاعه تنشنه وفي حاله بتاعه عصبيه ما راح يتذكر كلام ما حيتذكر كلام اصلا انا قلت له. طب استاذ سيف سؤال برضه بالنسبه للكوره الان بتتلعب مع جائحه كورونا ما في جماهير يعني زي ما شايفين يعني وانت عارف الجماهير اثرهم جميل جدا على اللعيبه نفسهم وكذا بتدي حيويه يعني الجمهور بدي دافع للاعب طيب وهي ما في الان ما في الجمهور بدي دافع للاعب وعدم وجود الجمهور لبعض اللاعبين فيه شوية يعني فوائد بأنه في لاعبين بيدخل المباراة ده يركز عايز يركز أيوه. وبكون خايف من الجمهور إضانه مع الجمهور إضانه أيوه. مع الجمهور برا ده اللاعب الجديد دايما خاصة الجمهور اللعيبة الجداد جمهور هلال المريخ أيوه. الخوف من الجمهور خاصة الجمهور جمهور الأندية الكبيرة أيوه. في جمهور مما يدخل يا أخي إبراهيم ده صح ابراهيم ده طلعه ايوه وابراهيم يكون لسه ما لمس ابراهيم يكون لسه ما لمس الكوره اساسا يا اخي ده محور جميل جدا ما لمس الكوره اساسا ابراهيم يقول لك فلان ده طلعه والادارات فلان عمله الادارات قاعده تردخ لراي الجمهور في حين انه الجمهور في الادارات الهشه معليش مع ما الهشه حسي كل الفتره اللي فاتت دي كلها ادارات هشه معليش ايوه الفتره اللي فاتت دي كلها الادارات قاعده تخضع لراي الجمهور وتجيب الدائره الجمهور ما عندها خطه مستقبليه لقدام وفي سؤال العقل السليم في الجسم السليم والكرة هنا في الدماغ في الدماغ نعم صح نعم الكرة في العقل نعم تنزل هنا نحن وين من المسافة دي يعني ما بين العقل العقل السليم في الجسم السليم والكرة تفكير يعني في السودان لو سمحتوا لي هنا. احنا والله احنا بعيدين جدا في اي حاجه تكلمنا الكلام ده في محاور كثيره خط الورق ايوه لا حتخط لسبب انا هقوله لك ده ممكن نتكلم في حلقه ده لانه احنا تكلمنا عن حاجه اسمها التخطيط والاداره الرياضيه في البلد التنظيم الحكايه مزعجه جدا جدا انا لو انت يعني استاذ ابراهيم مشيت عينت لفرق الدوري السوداني ده كله من الهلال والمريخ لغايه تحت وعينت للاعبين حتخجل دي الملاعب مشكلة إدارة مثلا من الأول تخطيط كامل أيوة. للمنظومة الرياضية فيها مشكلة كبيرة تمام الحاجة دي العقل السليم في الجسم السليم في الرياضة ده بيقى الصناعة والعلم اللي تكلمنا عنه استخدام الموارد البشرية انت جايب لعيب ده يعني انت انا بتكلم ليه عن اللعيبة كأشكال لأنه نظام التغذية خطأ في دول بتابع نظام التغذيه مع اللعيبه دي زمان بيقول لك ده ماكل ويكا ما تتذكر زمان يقول لك لانه حقيقه ما كذب الكلام ده حتى ويكا افضل من حتى لو ما مشكله لكن انا بقصد بيقول لك كده على حسب انه بالبساطه حتى لو بياكلوا افخر الاكل الاكل لكن بدون نظام ايوه ما في نظام ايوه انت عندك سعرات عندك موزونه ايوه عندك لاعب عايز تبني له حاجه معينه عايز تزيد وزن معين عايز تنقص وزن معين عايز تبني عضلات ده أيوة. كله منظومة إدارية تخطيطية ده احنا ما عندنا وين خبير الصحة لو سمحت لي أستاذ إبراهيم نحن نبدأها من عدم الاهتمام بالبنية التحتية نعم نحن ما عندنا تمسكنا كملاعب نحن ملاعبنا سيئة جدا ما في اهتمام بملاعب ما في اهتمام نحن ما عندنا اهتمام بالناشئين المدارس السنية عشان تربي لاعب الكورة من هو صغير نحن ما عندنا التخطيط السليم يعني انت يفترض يكون عندك تخطيط سليم نحن ما عندنا الاداري لانه الكوره محتاجه اداره نشوف المخرج محضر لنا حاجه نشوف الحاجه دي شايفه هيك الصوره دي اللي هي اداره وتخطيط ومال دوري ابطال اوروبا تشيلسي وسيتي بس خلاص باختصار تشيلسي وسيتي عملوا كده ايوه فيري جود ايوه برافو عليهم ده الكلام صح انتهى. هي دي ثلاث حاجات اللي هي استخدامها كلها الإدارة لازم تكون مظبوطة التخطيط يكون سليم جدا المال توفر بها اللعيبة توفر بها الحياة توفير الناشئين حتسبب النجاح مش الناشئين بس أهمية المشاريع زادت البنية التحتية البنية التحتية أستاذ ناهد نعم قال إدارة نعم. تخطيط ومال نعم عندنا إحنا في السودان الإدارات الماسكة للفرق الآن أيه. ما لها علاقة بكرة القدم ولا لها علاقة بعلم الإدارة ولا لها علاقة بالتخطيط طيب سؤال إجراء التنبؤات دي مش حاجة مهمة جدا التنبؤ ذاته باللعبة ما هو ده يعني التخطيط المستقبلي علميا بقول لك انتهت الفترة كويس وطلع اللاعبين في فترة بتاعت راحة نعم راحة سلبية وجو
الموسم الجديد عشان يبدو فترة الإعداد. أول خطوة في فترة الإعداد وزن اللاعبين، تجي أنت تتوزن. نعم، من وإلى من أنت مفروض مثلا محترف جاي من 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 نيجيريا رايح خلاص في إجازة، من المفترض أنه تتوزن وأنت داخل على سلم الطيارة ويسجلوا بياناتك ووزنك وتتوزن وانت جاي من هناك، طولك وكله كله تغذيتك تنزل معاك بالضبط كده. شوفوا انت في الفتره دي حافظت على وزنك، وزنك زايد وزنك ناقص. وبالنسبه للاعبين اللي موجودين حتى اليوم الاول ده كله عمليه بتاعت وزن على على الـ 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 بعد ما النتائج على ضوء النتائج دي يبدا المعيد البدني يشتغل مع الـ مع الـ مع اللاعبين. طب انتوا اتكلمتوا عن تنظيم، كيف يضعوا معايير لتخطيط وتنظيم لتنمية مستدامة خاصة في مجال الكرة؟ أنا ممكن أقول حاجة واحدة في الحتة دي وممكن تجاوب لك يا أستاذ ناهد. اتفضل. شوف كلام أستاذ سيف ده كبير جدا. ده علم اسمه تحليل البيانات، ده علم كبير بيقى داتا أناليسيس. ما ساكت، خشيت برصدوا برصدوا أي شيء. يعني إحنا كنا نتكلم عن النادي ككل، بدت السنة من بدايتها لغاية ما انتهت، في بيانات بتتاخذ عن اي أول حاجه باول. دي تقييم دوري، بتقول لي انت واقف وين، كيف حتعمل ديفلوب تطور تطور، هل انت تطورت، هل انت لسه في حتتك، هل انت قلت لتحت. لو سمحت لي يا هيثم، نحن دايرين انت بتتكلم عن مرحله ثانيه انت والاستاذ سيف. المرحله الاولى نحن الان ما عندنا حتى الملاعب الصالحه. صحيح كلام ممارسه كره القدم. صحيح. البنية التحتية. طيب أنا نجم كبير جدا. أنا نجم كبير جدا. كيف أجيب لك توزيني وعشان تنهزرني عشان أنا زايد لي نصيبي. الشيء الثاني أستاذ إبراهيم، الناس. أنا نجم كبير جدا يعني. لا 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 لا. لا فأنت من البداية ما مربيني على كذا. أيوة. ولا مدربني على كذا. ولا أنا شبلي. أنا شبل. أنت ما مدربني على إنه أنا أتنظم. لازم أغير لك ثقافتك أنا. لازم أنا فجأة. تم بالمدارس السنية. أنا قلت أربع جينان خلاص. انا بقيت نجم والاستاد كله كان بكورك بي وغيرت مشيتك. ايوه وغيرت مشيتي، اداري ما فاهم اي كلام. صح كلامك. اي اي كده بالمناسبه يهودي رياضتنا، عشان كده احنا بنقول تجد اللي تحطه الانسان المختص في بالضبط كلامك صحيح. كل منظومه الرياضه. طيب دعامات التنظيم شنو، المعايير اللي ناخذها شنو، عشان احنا ذاتنا نمشي بطريقه قانونيه. لو انت لاحظت انت في مشاكل حتى قانونيا في مجال الرياضه. طبعا 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 طبعا. وجود البنيه التحتيه منها تاهيل الملاعب. كويس، دي اهم شيء. اللاعب لو ما لقى ملعب مهيئ زي ما تفضل الكوتش إيليا على هيئه عالميه، يعني على تصميم عالمي يقدم لك، يعني ما حيقدر يقدم لك شيء. الشيء الثاني الاهتمام بالفئات السنيه، يعني انت ما ممكن تجيب لك لاعب، خلينا في كره القدم، تجيب لك لاعب عمره بدل كوره وبيلعب عمره 16 سنه جسمه اتبنى، عشان تجي تعدله تاني من هو 18 سنه عشان تديه سعر. لازم تديه من عمر 6 سنوات تكتيكيا ذات ما بدك له وقت تخطيط. احنا ما عندنا الكلام ده. الحل اخونا المخرج كتب شنو، اداره تخطيط ومال. صح، معناته الدوله تبدا تتحرك بسياسات واضحه في مجال الرياضه بدعم مادي، بعد احنا بنشوف اللي بيحصل. طب كيف الدوله تفاعل القطاع الخاص؟ طب كيف يتم التنظيم؟ يا اخي سبع اسرياء والله عندي لك واحد جراي جري وشكروا ليك شفتها. لا ما احنا الحلول. طب ادونا الحلول، كيف يكون التنظيم؟ هل على اساس هما جغرافي حديث على اساس جغرافي؟ اي التخطيط او التنظيم تحديدا انا بقصد، كيف ممكن يتم التوظيف مثلا له اثر؟ لا هو انت لما تتكلمي عن كره القدم ولا تتكلم عن 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 الرياضه عن الرياضه عموما وعن الكوره، لا انتوا عايزين تتكلموا عن الكوره اوكي عن الكوره. انا بتكلم عن ملاعب وبنيه تحتيه. يلا نحن الحلول انك انت تبدا بانشاء المدارس السنيه. ممتاز. الشيء الثاني تاهل الاداريين، لانه الاداريين هم اللي بيقودوا لك العمل في حال تدريب متواصل. لازم، يعني لا يفترض انه يكون في اداري في نادي ايا كان نوع الرياضه غير مؤهل، يفترض انه يكون دارس. صحيح. احنا بنفتقد للتدريب، نفتقد التدريب الاحترافي. التدريب الاحترافي نفتقد. طب ما في مدربين اجانب، احنا لو قلنا ديل نوديهم عشان يتدربوا ما في. لا معلش، المدربين الاجانب بيبيعوا للاعب عمره 30 سنه ولا 40 سنه بدأ ايش بدأ مباراه كره القدم في 16 سنه. أيوة. يعني اصلا يعني صرف قروش بس في طيب قروش بس. اليوم مثلا البنيه التحتيه، الهلال جايب المدرب البرتغالي مثلا ريكارد
راي المدرب اشتغل 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 في انديه كبيره، اشتغل مع مدربين كبار، اشتغل يعني في الدوري الانجليزي، يعني جايب لي انت يعني ريكاردو كويس عشان يجي مثلا يعلم لي الشغيل. الشغيل عمره 40 سنه كيف يثبت الكوره؟ ما هو مستحيل يجيبوا لي سن اصغر. الحياه دي بيستخدموها ربي عديل. معلش اللي دخلنا في حكايه الشغيل دي يقوم يعتبرونها هيسماب وبتاع هنا. لا لازم هيسماب، احنا هلال بنضرب مثل يعني لاعب كبير، لاعب كبير في السن. انت بتقصد لاعب كبير في السن يجيبوا لي؟ ايوه يعني خلاص ده مهيأ، يعني ده خلاص يعني ده عضلته اتبنت على حاجه معينه ما بتستجيب بعد ما وصل عمره. انا المدرب العالمي ده لما يجيبوني له انا عشان اشتغل معاه تكتيك واشتغل معه تنظيم ست سنين لا اشتغل مع اللاعب، هو المفروض يكون تكنيكيا هو جاهز. يعني ما عشان انا اعلمه تكنيك، اعلمه تكتيك. يعني المهارات دي المفروض هو اكتسبها من الناشئين. ايوه في فرق بين التكنيك، في فرق بين التكتيك والتكنيك. ايوه يعني انا اجي ادرسك تكتيك لكن ما ادرسك تكنيك. انت المفروض الاشياء دي تعلمتها من الناشئين، تعلمتها من الصغر، اجي انا انميها فيك. استلام تمريض يقترض انك تكون عارفه يعني. الحلول اللي هي الحلول يا جماعه، الحاجه دي دايره قرارات عليا. نعم صحيح. احنا وين واقفين؟ تجيبوا اداره الرياضه في البلد وكنت الرياضه واشتغل عليها. نتكلم على مثلا كره القدم، وزاره الرياضه مع اتحاد كره القدم، تمام، قرار اداري، تعال ورينا انت واقف وين. تمام، دي واحده. الاتحادات الرياضيه بتاعت كره القدم دي لازم يكون عندها يعني، وهم عارفين بالمناسبه للأسف إن هم عارفين بس ما قاعدين يطبقوا، يعني مستحيل قامات زي دي يكونوا ما عارفين. أنت لازم تجيب الصياغة الاحترافية تجيبها جوا. إحنا حوالينا في دول أفريقية أقل مننا جدا، طيب دي صعدوا كيف؟ ما صعدوا كده، بدوا ينفذوا في السياسات العالمية الاحترافية. كرة القدم وين المرجع بتاعها؟ الفيفا. وين المرجع عندها تاني؟ عندنا في القارة الكاف. ترجع للحتت دي تشوف كل التشريعات الاحترافيه. احنا لازم نتكلم عن حاجه اسمها احترافيه. ثاني الزمن ده يعني اللعب بتاع الهواء وده ما بينفع. لو سمحت لي يا هيثم، نحن الان خلينا من دخول تمشي اتحاد تمشي يا اخي، تعال الاتحاد السعودي لكره القدم، تعال اخذه كمثال شوف الحاصل ايه الفرق بينه وبينه. خلينا في الحته دي لانه نحن جدا بنحب السعوديه وبنحب تنظيم لكل الامور. المخرج عايز يسمعنا اغنيه ممكن نسمعه ونجي لحكايات التنظيم هنا. انا على اساس نقل الفكره جاهزه برضو عن الراسماليه عندها دور، يعني ممكن تشتري المنصب بتاع الاداري في الانديه في كل العالم ولا عندنا بس؟ لا هو ده الحاصل، انه في كل العالم بيحصل انه رئيس النادي في الغالب بيكون رأس مالي، لكن رأس مالي لا يتدخل في الشأن الفني. مستثمر. يلا نحن نسمع الأغنية. جملة جميلة جدا. وست البيت دائما هي طبعا أكيد الفرحة وهي الجمال وهي القائدة، احنا دائما نقول هي اللي بتمشي البيت يعني. والأغنية جميلة جدا وفيها كلام فعلا حقيقي، واحنا نشكر شاعري جدا على الكلمات الدقيقة في حقنا. ايوه في حقنا نحن في ست البيت وست الكوره برضه. أيوة. وحتى الرجال لما نلعب الكوره برضه ست البيت دي بتكون يعني على هبه الاستعداد يعني مكسرين لها. ما كانت الكوره زال ممكن يجي زعلان ما يتعشى، وممكن لو فرحان ينط فوق جون وكسر لها الكنب وجوطه يعني. فبرضه ست البيت دورها كبير جدا. معاناه. اهلا بكم وسهلا مره ثانيه. كنا قبل الفاصل نجيب القهوه وسوي القهوه. ايوه وبعدين هي لازم تحضر له السيرب والسيرمس الشاي والقهوه ويطلعهم برا البيت. هنا في السعوديه بقول لهم امشوا الحدائق امشوا السوق بس وعايز مزاجه مع الكوره. طيب كنا إلي قبل الفاصل بتكلم، ممكن ابراهيم يتكلم معك عن الانديه في المملكه العربيه السعوديه متطوره بصوره كبيره جدا. فصل الاداره عن الاستثمار نفسه والشغل ككل كذا كلمنا عنه. طيب خلينا احنا نتكلم يعني في دقيقتين او ثلاثه دقائق حسب الزمن احنا نتكلم عن باقي لنا بسيط اديك دقيقتين بس ما في مشكله. اتفضل. الدقيقتين دي نتكلم فيها عن السعوديه ونخد في الكف الثانيه السودان، نشوف ليه تطور في السعوديه وليه التخلف الرياضي في السودان. السعوديه لانه اهتمت باربع او خمس عوامل اهتمام كبير جدا، عشان كده كرة تطورت جدا او رياضات عموما تطورت جدا. اول حاجه اهتمت بالبنيات التحتيه من ملاعب وغيره وغيره، اهتمت بالتخطيط السليم اللي هي عندها استراتيجيه. نعم يعني حتى الانديه عندها لعيبه مدارس سنيه من عمر 7 سنوات وثمانيه سنوات وانت ماشي لين ما يصل التيم الاول. الشيء الثالث اهتموا بتاهيل الاداريين
يعني حتى الإداري ما بيجي يكون أي إداري يجي في نادي يكون في حتة معينة. الشيء الرابع اهتموا بالإعلام جدا وإعلام مراقب وإعلام مضبوط، ما فيه ما تقدر تطلع من الخط. نعم عنده خطوط معينة يمشي فيها ما بيطلع منها. طبعا لكل إعلام الحق إنه يشجع الفريق لكن ما يكتبه هو مسؤول عنه. نعم. الشيء الثاني اهتموا بالعلمية في الدراسات وفي في في يعني في كل شيء لتنمية قدام. نعم. عكس السودان كل النقاط اللي ذكرناها دي هنا دي كلها خربانة. ده فيما يخص كرة القدم، فيما يخص الرياضة عموما المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية عملت حاجة صغيرة أو بسيطة جدا، اداركت وضع إنه أنا أزح من الحتة بتاعت الهواية وأطلع لحتة الاحتراف. طبقت معايير الاحتراف المطلوبة. الاحتراف بيطلب حاجات كثيرة جدا، بيطلب زمن، بيطلب مال، بيطلب تأهيل، بيطلب تخطيط، بيطلب تفكير مستقبلي. نعم. المنظومة الرياضية السعودية عملت كده فجأة، يعني في سنين محددة نطوا، يعني لو تكلمنا على مستوى الكورة وصلوا كأس العالم، كأس آسيا، أخذوا كأس آسيا، وصلوا كأس العالم، في رغم على مستوى المراحل والفئات الصغيرة برضو نفس الطريقة. ليه؟ لأنهم خلاص خدتوا الهدف، وشنو تخطيط، خطوا الهدف وبنوه باحترافية. أنا ما زلت بقول نبعد من الهواية للاحتراف. صحيح. جميل. أستاذ سيف الدين كرر. أستاذ سيف الدين لو جينا برضو عن شباب، ما باقي لنا زمن، يمكن هي نفس الحاجات اللي هو ما ذكروها، لكن لو جينا تكلمنا عن حاجة مهمة جدا واللي هي هو ذكرها يمكن قبل شوية، بعض الإعلاميين بنلقى في تحيز، ما في حياد، وبتأثر كثير جدا في أندية معتمدة على كثير من الصحفيين أو الإعلاميين تحديدا. بنقول هل الكلام ده فعلا حقيقي وموجود؟ موجود بكثرة. نعم. الإعلام دلوقتي يعني إحنا لو جينا لو ضربنا مثلا برياضتنا في السودان دلوقتي بنلقى الإعلام هو القائد الحقيقي للأندية. يعني الرأسمالية، الإداري الرأسمالي بيجي زي ما تكرم الأستاذ إبراهيم في فترة من الفترات إنه بيقروشي أنا بشتري العضوية المستجلبة وبجي كرئيس للنادي، بتجي معاي هالة إعلامية بيقول عليها الإعلام النفعي، الهتيفة ديل عايزين يلمعوني أنا، يخوفوني من 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 إبراهيم. إبراهيم ده واقف ليك، هيعمل ليك، أنا احنا حنقف ضده، احنا حنعمل سياسات، حنعمل سياسات. طيب دخوله هو كمستثمر، ودخوله هو كمان في الإدارة، ما ايوه وين مشكلة هو 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 كزول بتاع قروش، كل في الكل، الكل في الكل. أيوة. كويس، ما في مشكلة انت تكون الكل في الكل، لكن لو انضبط الخطاب الإعلامي بنمشي لقدام. نحن دلوقتي في ناس كتير هربت من الوسط الرياضي بالتفلتات الإعلامية. أيوة. يعني إبراهيم جاء رئيس لنادي الشعب، كويس، جايب له معاه 4-5 إعلاميين نازلين شتيمة في سيف، نازلين شتيمة في هيثم، نازلين شتيمة في إيليا، هذين هربوا خلوا الساحة. شو أنا المركز ده دايره لمصهر اجتماعي وبس. بالضبط كده، أنا عايز ما هدفي إنه الفريق على مصهر اجتماعي يقوم، ولا هدفي إنه أكسب من وراه. دلوقتي السعودية أنا ما محتاج قروش للأسف الشديد. تكرم الأستاذ إيليا إنه الخطاب الإعلامي منضبط. يعني انت يا اعلامي يا رياضي عندك مجال معين تكتب فيه، تكتب عن فريقك، ميولك بكيفك. بالضبط كده، تكتب عن فريقك، تكتب عن ميولك، تكتب عن الاشياء الايجابيه، الاشياء السلبيه، عشان حايد يعني. عشان فريقك يستفيد منها. انت مسؤول عما تكتبه. احنا الاعلام عندنا بتطرق للبيوت، للاسف بتطرق للبيوت. أيوه. بتطرق ل ل ل ده غير الوسائل بتاعت الاتصال وممكن يعني طبعا للاسف يعني هنا ما في كلام زي ده. حصل يوم من يوم من الايام لقيت لك واحد كتب عن رئيس نادي الهلال، مظبوط، لانه منضبط، عن لانه بيته، في محاسبه، عن شخصيته، عن بتاع، ما في كلام، لانه في محاسبه هنا، يعني في محاسبه، أو في محاسبه ضبط هنا 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 ما بتكون ضبط الخطاب الاعلامي. يعني الاعلام منضبط، الحاجه دي مهمه شديد والله، مهمه شديد. وبعدين الاعلام قايد للراي العام. نعم. يعني لاحظ انا بعض مرات بجي افتح جريده بقرا لك كلام منشد بجرك، منشد شوف ممكن يجرك مزوم، منشد يجرك وتلقى فيه تفاصيل ما بتهمني انا اصلا. صحيح. هم حاجات شخصيه، حاجات شخصيه. غاده الانديه، غاده الانديه مستويات. هسه احنا عرفنا انه في مستوى اللي مظهر اجتماعي ودار يظهر في الان في اللحظه دي،
وفي مستثمر كمان ده يستثمر ويستفيد من وراء النادي، وفي مستثمر كمان بيعمل للتاريخ. هو عنده المال يا أستاذ إبراهيم، بيعمل للتاريخ، والمال براه ما بيصهرك. في بعض في ناس المال ما بيصهروا، يعني المال ممكن يخطط التخطيط. أيوه. اللي احنا ذكرناه لما تجي رئيس نادي الهلال، تجي رئيس نادي المريخ، تجي رئيس نادي المورد، بعد شويتين خلاص الإعلام تركز حولك والناس عرفت إبراهيم ده مين، وإبراهيم ده رأس مالي، وإبراهيم ده رئيس نادي الهلال، ومكانات اجتماعية. في ناس بيجوا الحتة دي، ما بيجي عشان هو يطور. أنا في الحلقة الفاتت قال في خبر كان بيقول الاتحاد يجتمع بأندية الهلال والمريخ للمناقشة في تطوير. قلت له يا أخي هي هلال المريخ، هم طوروا هلال المريخ عشان هم طوروا الكرة السودانية. الموضوع ده طويل والله، ونحن دارين حلقة تانية كمان عشان عندنا كمية من المحاور هنا ما ذكرناها. والله ما أخذنا إلا محورين يعني. زي الوجعة أنا حاسي بيها والله، حاسي بيها حسبها في عيونكم والله. والوجعة فعلا هي مرة. أيوة، وإن شاء الله ربنا يلوكم على الوطن يعني يعدل الحال كويس، ونعرف نخطط تخطيط كويس. وموعودين إن شاء الله بحلقة تانية معاكم في نفس المواضيع، لكن للأسف الشديد إنه حلقتنا انتهت. وإن شاء الله يعني نجي نكمل الموضوع ده. وشكرا لكم كثير جدا، واستفدنا منكم ومن معلوماتكم الجميلة دي، واستفدنا منكم. أنا همشي من بعد الحلقة دي اتريض. شكرا لكم، وشكرا لمشاهدينا الأعزاء اللي تابعونا في السهرة من البداية، وشكرا اللي جونا بعد الفاصل، والتحية لكم. وشكرا لك يا ناهد. شكرا لك يا إبراهيم، دائما مجمل السهرات. شكرا لكم ضيوفنا الأعزاء، الأستاذ هيثم عربي من محل الرياض، شكرا لك. شكرا لك سيف الدين عوض كرار، محلل الرياض، شكرا لك. ايضا محمد عبد الرازق ايليا محلل الرياض، شكرا لكم. الله يديكم العافيه. اعزائي المشاهدين، دي كانت سهرتنا لكم لهذا اليوم من المملكه العربيه السعوديه مدينه الرياض، وسهره سهرانين. دوما تقبلوا تحيات التيم العام، الناصر في التصوير ومحمد حسبه في الصوت، سعدابي في المونتاج، التجاني محمود في التنسيق للضيوف، واحمد الرئيس في البث وفي التحرير، محمد طه دائما الصوت الجميل بيكون في التقارير، للاستاذ احمد سالم. تقبلوا تحيات المخرجين الأساتذة أحمد نجمة وهشام يوسف، وتحياتي وتحياتكم. يكون ناهد في أمان الله، وكان حيين إبراهيم باكر. بنتلاقي إن شاء الله في أمان الله، في رعاية الله.